مساء الخير أعزائي المشاهدين في لقطة جديدة من برنامج لقطات وزوايا. قبل ما أبدأ النهاردة في حلقتنا أحب أرحب بزميلي أحمد حجازي. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك يا سارة وأهلا بضيفنا الشيخ أحمد دسوقي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بنودع أجازة من أكبر الأجازات اللي مرت علينا بحلوها ومرها. أجازة مرت علينا أجازة كورونا 2020، أيامها هنستقبل عام جديد. هنستقبل عام أثر كتير جدا في حياتنا، مش في حياتنا بس، لا ده في الدولة كلها عملت ليه ألف حساب. كتير جدا بيحصل تغيرات في التعليم، إنما في قرارات كتيرة جدا نزلت للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقرر إن هو يكون الدراسة يوم 17 أكتوبر والمدرسة الدولية يوم 15/9. في ظل كورونا هنتكلم عن محاور كتير. بالظبط يا سارة، موضوعنا النهاردة ليه زوايا كتير وبيهم ناس كتير وبالأخص أولياء الأمور، ولان الدين ما ينفعش ينفصل عن اي تفصيله من تفاصيل الحياه، سواء التربيه او العلم او الحياه. الدين ما ينفعش ينفصل عن اي زاويه من زوايا الحياه، وعشان كده حابين نعرف من فضيله الشيخ احمد دسوقي امام وخطيب بوزاره الاوقاف ومدرس لغه المانيه. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك ايه الدور الديني في النهضه التعليميه. تمام. في البداية استعاذة بالله من الشيطان وبسملة بالله الرحيم الرحمن وحمدا لله الواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزهران الأنوران الأشرفان على سيد ولد عدنان، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه، اللهم أمين. وبعد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. وبعد مرور 1400 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، تأتي كورونا في هذه الأيام لتعطي للجميع درسا قاسيا في إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، في إعادة ترتيب الأولويات، وخاصة بعدما اختفى لاعب الكرة عن المشهد في تقديم العلاج، وخاصة بعدما اختفى لاعب الكرة وغيرهم من الذين كان يتخذونهم الشباب قدوة، اختفوا عن المشهد في تقديم مقترح، حتى مقترح، وأصبح محط أنظار العالم كله الآن تجاه العلماء والأطباء، لأن هم دول اللي هيخرجوا بنا من هذه الجائحة. فأصبح اهتمام العالم الآن بالعلم، فجاءت كورونا بعد 1400 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله أو عالما أو متعلم، لتقول للناس أن العالم الآن لا يحترم إلا العلم. جاءت كورونا لتعطي للعالم درسا قاسيا كذلك بأن الدول التي تمتلك العلم والمعرفة هي الدول التي تستطيع أن تنجو من هذه الجائحة. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه بعد هذه الأجازة الطويلة واستقبال عام دراسي جديد، ماذا أعددنا نحن كأولياء أمور ومدرسين وغيرهم، ماذا أعددنا لهؤلاء الملايين من الطلاب في استقبال هذا العام الدراسي الجديد؟ عجبني فيديو في العام قبل الماضي في دولة الصين. أول يوم في الدراسة في دولة الصين قاموا ببث مباشر لفيديو مدته 49 دقيقة، كل جميع الطلاب يشاهدون هذا الفيلم في المدارس. الفيلم ده عنوانه حلمي هو حلم الصين العظيم. جيم في مين في الفيلم ده؟ مشاهير الصين كلهم، كل واحد قاعد يحكي كفاحه وقصة كفاحه في هذه الحياة حتى أصبح مشهورا. وبعد ما الفيلم انتهى كل مدرس قعد مع الطلاب وجاب ملف وكتب لكل طالب ايه الحلم اللي انت عاوزه، انت تحلم بيه حتى تخدم هذا الوطن. فكل طالب حلم الحلم بتاعه كتبه في الورقة ووضعه في ملفه. بعد الترم الأول نتيجتك ايه؟ عملت ايه؟ وصلت لايه في المرحلة التعليمية؟ جبت كام من كام؟ لقى نقص عن المطلوب، قال له انت مش هتعرف، لازم تحقق حلمك فلابد من الاجتهاد اكثر. هدف الصين العظيم وحلم الصين العظيم هو تحقيق احلام هؤلاء الطلاب الصغار، هو ده الهدف بتاعهم. لذلك الان نقول ماذا اعددنا نحن الان؟ علينا ان نعد اعدادا جيدا لهؤلاء الطلاب في استقبالهم لعام دراسي جديد. ما هي الخطة؟ خلينا نتكلم عملي على أرض الواقع. كيف لو استقبلنا الطلاب الآن فعلا ببرنامج يكسبهم قناعة داخلية أن حاجتهم إلى العلم والمعرفة أفضل وأعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب؟ كيف لو استقبلنا الآن الطلاب في الجامعات وفي المدارس ببرنامج يكسبهم قناعة داخلية بأن حاجتهم إلى العلم فعلا أفضل من أي شيء، ولا تقدم لك في المجتمع أبدا، مش هقول لك المجتمع، لا مش تقدم، لا تقدم الأفراد إلا عن طريق العلم.
كيف لو استقبلنا الطلاب في المدارس والجامعات ببرنامج أن يكسبهم قناعة داخلية بأنه لا يستطيع أي أحد أن يغزيهم فكريا سواء من الداخل أو من الخارج إلا عن طريق العلم؟ فالعلم الآن بقى فعلا عاوز دولة اقتصادية قوية، العلم كما قال الدكتور زويل سابقا، العلم. لذلك الإمام علي بن أبي طالب قال: ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤهم، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. شوف قال إيه بعدها: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. هو ده النهضة في جميع الأمور من العلم، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الله. فده يعني السبيل للتقدم. الآن احنا قدامنا قوة استثمارية قوية لكي ننهض بهذه البلد عن طريق العلم فقط. ده القول الوحيد والنهضة. وغير كده فيها برضو أحاديث وآيات قرآنية عن العلم كتير جدا، ليس المجال يعني متسع لأن نذكر ذلك، لكن نريد اليوم أن نقول كلاما عمليا على أرض الواقع. فعلا أنا في استطاعتي الآن كولي أمر أو كمدرس أو طالب إزاي أنهض بالتعليم؟ أن كل الآن بينهض بنهضة تعليمية وينظر إليها من جانب آخر، من جانب إيه؟ موضوع الأونلاين، موضوع أن يقلل المواد. لا، النهضة التعليمية دي مهمة جدا. أن النهضة التعليمية مش هتيجي إلا منين؟ من البيت، هي دي البداية. تخيل، هل البيت بس يا شيخنا؟ ثلاث محاور أساسيين. عاوز نبتدي نهضة تعليمية ننزل التابلت ونعلم الأولاد أونلاين؟ لا، نفرمل، نوقف الأول ونبتدي نركز على ثلاث حاجات. إيه هما الثلاثة بقى؟ البيت تمام. أولا في ولي الأمر، رقم اتنين المعلم، رقم ثلاثة الطالب. الثلاثة دول إيه بقى دور الأهل في الأونلاين؟ جميل. إزاي النهضة تخرج من البيت بولي الأمر؟ فعلا نحن في أمس الحاجة إلى أب يعي مشاكل الشباب ومتطلبات الشباب. خلي بالك، ربنا لما قال يا أيها الذين أمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا، سيدنا علي الإمام علي بن أبي طالب قال لك إن المراد بكلمة كوا أي علموهم وأدبوهم. والأمر هنا هل موجه إلى المؤسسات التربوية والتعليمية ولا موجه إلى أولياء الأمور؟ موجه إلى أولياء الأمور، صح ولا لا؟ صحيح. تمام. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مروا أولادكم بالصلاة يعلمهم، هل السؤال هنا موجه إلى أولياء الأمور ولا إلى المؤسسات التربوية والتعليمية؟ أولياء الأمور. أولياء الأمور. يبقى ولي الأمر هو الآن الموجه إليه الناحية التربوية والتعليمية أولا. للأسف الآن معظم أو بعض من أولياء الأمور مفكر إن مهمته من الناحية التعليمية إنه يجيب الكشاكيل، الكراريس، الكتب، الإقلام، يجيب سائق خاص يودي ابنه المدرسة ويرجعها، ويشوف إن هو دوره إلى هذا انتهى. للأسف هو ينظر الى الاب من ناحيه انه وزير ماليه، هو الوقت تحول الى وزير ماليه حتى بعد دخول ابنه المدرسه، حتى بعد دخول ابنه ما مفكر ان هو يوفر لابنه السائق الخاص يوديه المدرسه او يجيب له المستلزمات الكتب وهذه الامور يوديه درس ويدفع له اخر الشهر الشهر بتاع الدرس. مفكر ان هو كده ادى الواجب اللي عليه. ابدا، مستحيل. انت كده اصبحت وزير ماليه، لازم عليك دور اساسي في النهضه التعليميه. ايه هي بقى بالنسبه ولي الامر استاذنا؟ تمام. ايه هم ثلاث امور؟ ولي الأمر مطالب منه يعمل ثلاث حاجات. طب قبل ما نعرف، طيب معانا مداخلة من دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف التأثير الإيجابي والسلبي على الطلاب في أزمة كورونا. بص يا فندم، بالنسبة طبعا أزمة كورونا والتأثير السلبي، في تأثيرات سلبية وفي تأثيرات إيجابية بالنسبة للطلبة. طبعا. يعني طبعا السن الصغير فرحان ان هو ما بيروحش المدرسه، فرحان بينام براحته، بيصحى براحته، قاعد على الموبايلات فتره طويله، ولكن ده كل ده التاثير السلبي هيبان بعدين في التحصيل الدراسي وكم التحصيل التعليمي وكم الماده العلميه اللي هو هيتحصل عليها اللي هتفيده في السنوات المتتاليه. اكيد. فدي جزئيه سلبيه هتبان تاثيراتها المتتاليه، ولكن احنا كدوله مصريه تعاملت مع الازمه بصوره عالميه زيها زي اكبر دول العالم. التفاعل مع الأزمة والحل السريع اللي هو التعليم عن بعد أو الأونلاين تريتمنت ده كان حل سريع وكان كويس جدا، وأفاد طبعا أن احنا قدرنا ننهي سنة دراسية كانت للأسف كبيسة على كل العالم مش على منطقتنا بس، فبالتالي الحمد لله أن احنا قدرنا نخلص منها، والسنة الجاية برضه هنتعامل بهذا المنظور اللي هو التعليم أونلاين أغلب الوقت. ده برضه كنوع من التخلص من الضغوط بتاعت السنة على الطلبة للأسف الشديد، ولكن لازم التفاعل معها بصورة إيجابية. يعني احنا مش عايزين الصورة بمجرد
مادة علمية تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي أو إن الطالب ياخدها من على الإنترنت وخلاص، لازم يبقى في نوع من التفاعلية بين المدرس والطلبة. يعني وجود الطالب لوحده إن هو يشوف المادة العلمية يقراها لوحده أو والدته معاه مش كافي، لازم يبقى في تفاعل مع المدرس، ولازم يبقى في أسئلة وأجوبة متبادلة بين المعلم والطلبة عشان نقدر ناخد القدر الكافي من الإيجابية لهذا الموضوع. طب وتأثير الأهل عليها برضو إيه؟ طبعا تأثير الكورونا على الأهل، ما احنا مرينا بفترة الركود اللي احنا عشناها 3 4 شهور، الناس قاعدة في حظر منزلي، طبعا كانت فيها لها تأثيرات سلبية سواء المادية الاقتصادية، الضغوط النفسية من التواجد في مكان واحد وعدم التحرك وعدم السفر، طبعا مع الضغوط المادية اللي أثرت على الجميع، لكن لها ظاهرة سلبية. ولكن في نفس الوقت لو تلاحظ إن نسب الطلاق قلت مع الحظر، ده كان في فترة إن الناس تقعد تتفاهم مع بعض وتتفاعل مع بعض، ومش كل حاجة نجري على المأذون نطلب الطلاق، كانت فرصة إن وجود الحظر برضه بيدي الناس فرصة للتراجع والتريث في اتخاذ أي قرارات لها مستقبل للأسرة كلها، فدي كانت نقطة إيجابية. النقطة الإيجابية الأخرى الناس اتفاعلت مع بعض، الأسرة وتواجد الأب والأم مع الأولاد، وقدروا يفكروا إزاي نفكر مع بعض، إزاي ناخد قرارات مع بعض، إزاي نفكر لمستقبلنا مع بعض، كلها دي كانت صورة إيجابية. إلى جانب إن عطت الناس فرصة إن هل هو يعمل كارير شيفت، يغير بقى الكارير الوظيفي بتاعه، يستمر في نفس المكان اللي هو فيه، كل ده برضه كانت لها حتة إيجابية إن الناس تقدر تفكر بصورة منطقية وتقدر تعرف إيه الأصلح ليها، وإن دايماً ما ترميش البيت كله في سلة واحدة، لازم نحط في أكتر من مكان، ولازم ندور على أكثر من مصدر للدخل عشان تقدر الحياة تمشي بصورة طبيعية. طب هل يا دكتور، هل المعاناة اللي بيمر بيها الطالب في الفترة دي، وان احنا داخلين على يعني عام جديد وشغل الاونلاين والتابلت والكلام ده كله، هتأثر على طريقة الطالب في طريقة تعلمه؟ مع التعليم هو بص، مع التعليم بصورة أخرى في تأثير سلبي، ولكن أنت بتحاول تقلل من التأثير السلبي. يعني التعليم التفاعلي لو تم بالصورة الإيجابية بتاعته، إن في تفاعل بين الطلبة والمدرسين بتوعهم، هيبقى قللنا كتير جدا من الآثار السلبية. لو اللي هي بقى مجرد مادة علمية تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت والطالب ياخدها ويعمل بحث، أعتقد ده هيأثر مستقبليا على المستقبل التعليمي بتاعه. طب هل ده يعني في حاجة نقدر غير ان هو مثلا مكالمة فصلت؟ لا معانا يا دكتور؟ الخط قطع؟ طب الخط قطع خلاص. شكرا لحضرتك دكتور جمال فراويز استشاري الطب النفسي. تمام، نرجع لحضرتك تاني. احنا كنا اتكلمنا في موضوع النهضة والدكتور ربنا يبارك فيه، الجانب النفسي مهم جدا يا شيخ. جميل. ولكن في نقطة مهمة جدا، نتكلم عن الأهل قبل ماشي جميل. في موضوع الأهل هربط كلام حضرتك اللي احنا كنا انتهينا بيه مع كلام الدكتور جمال، في حتة إن موضوع الأونلاين ميزة وعيب والكلام ده كله، هو ليه جوانب سلبية وليه جوانب إيجابية. من الجوانب السلبية ضياع القدوة. أصلا المفترض في الأساس إن الطالب المعلم ده يكون قدوة للطالب. يعني في تربية اسمها التربية والتعليم. صح. لو عملنا الأونلاين ضاعت التربية. الإمام مالك يعجبني لما كان طفل صغير وأراد أن يتعلم العلم، أخذته أمه وألبسته أفضل الثياب وقالت له اذهب إلى مجالس ربيعة العالم واجلس معه في مجلسه. شوف قالت له إيه يا أستاذ أحمد؟ قالت له وتعلم من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تتعلم من علمه. أدب ده عيب موجود في الأونلاين مش موجود. ربنا عز وجل في القرآن ربنا أشار لنا إلى التربية قبل العلم. موضوع الأونلاين هنفقد الجزء ده، هو ممكن يكون في أيام أونلاين وأيام لابد أن يرى الطالب المعلم. طب دكتور فرويز رجع معنا. تمام كمان. أهلا بحضرتك. أيها دكتور أهلا وسهلا بنا. كنا بنسأل حضرتك برضو، كورونا أثرت على المعلم طبعا، من الكورونا تأثير على المعلم طبعا، في تأثير طبعا على الكارير الوظيفي بتاعه، على تفاعله مع الطلبة، دي كلها طبعا تاثيرات سلبيه. اللي طبعا في بعض الناس كانت يعني انا اسف في مدارس خاصه ابتدى الاجر بتاعها يقل للاسف الشديد، وفي بعض المدارس استغنت عن بعض المدرسين، ده كله طبعا اثر عليهم كناحيه اقتصاديه، فلا ننكر ان في تاثير سلبي كان للكورونا على المعلمين. نحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى في تفاعل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع الطلبه بتوعنا، حتى أو عن طريق شبكة العنكبوتية الإنترنت، لو قدر يعمل التواصل التفاعلي هيقدر يستفيد ويفيد. لكن لو هي مجرد مادة جامدة تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي،
ما اعتقدش هيبقى فيها من الافاده اللي تقدر الطالب يستفيد منها. جميل. دكتور احمد حابب تسال دكتور جمال حاجه؟ لا انا باكد كلام الدكتور ان هو يعني حلو الموضوع الاونلاين ان احنا نتواكب مع العصر، وفي نفس الوقت لابد من وجود المعلم يا دكتور جمال. زي ما حضرتك قلت قدوه. لازم، لان قدوة. المعلم قدوه. انا بقول لهم لا، المعلم هو اللي هيربي الاولاد، لان التربيه قبل العلم. قلنا ربنا عز وجل قال، ربنا عز وجل قال في حته لطيفه جدا في القران. ربنا قال لسيدنا موسى قبل ما يعطوه العلم قال له ايه؟ فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وبعد كده قال له وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، وبعد كده ربنا قال له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. اول حاجه ربنا قال له فاخلع عليك، علمه ادب المكان، المكان اللي انت هتاخد فيه العلم ده لا قدسيه ليه مكانه، لابد ان يكون المدارس والجامعات لا هيبه في قلوب الطلبه. بعد كده ربنا قال له فاستمع، ما قالوش فاسمع، قال له فاستمع ليه؟ علمه ادب الحديث، اللي هو يقعد بجميع جوارحه ان هو ينظر الى المعلم، ياخد منه الـ 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 الوقار، ياخد منه الادب، ياخد منه الحشمه. ففي الاونلاين هنفقد هذه الميزه. فبعد ما ربنا عطل سيدنا موسى ادب المكان وادب الحديث، الله عز وجل اعطى سيدنا موسى ايه؟ العلم. قال له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. تمام. انا بس عايز اضيف لحضرتك كده معلومه. اتفضل. ان احنا منذ فصل التربيه عن التعليم ابتدى المستوى الثقافي والانهيار الاخلاقي يطغو على المجتمع. عوده التربيه الى التعليم امر وجوبي لا بد منه مره اخرى لو احنا عايزين ننقذ هذه البلد من هذا التورط والانهيار الثقافي اللي احنا فيه. الله يفتح عليك يا معالي الدكتور. لازم حضرتك وجود التربيه ولي الامر الذي يرفض تربية ابنه داخل المدرسة طالما هو فاشل في تربيته في البيت، ياخده من المدرسة يوديه مكان تاني. الله يفتح عليك. ولكن الطالب النهارده يغلط في المدرس بتاعه أو يتمادى لفظيا مع المدرس بتاعه أو ماديا مع المدرس بتاعه، هنا منذ هذه اللحظة وابتدى الانهيار الأخلاقي والسلوك والمعرفي يلم بالمجتمع المصري للأسف الشديد. الله يفتح عليك. جميل. يعني لابد في موضوعنا ان عوده المدارس وطلبكم. شكرا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، شكرا لحضرتك. اتفضل. ارجع اقول ان موضوع النهضه التعليميه قسمناها ثلاثه عشان انهض بتعليميا قبل التابلت والاونلاين. لازم اضع الاساس في الارض. ايه هو الاساس؟ النهضه التعليميه تخرج من البيت اولا، ثم من المعلم والطالب. الثلاثه ولي الامر عليه مع الاولاد يرجع هبه المدرس في قلوب الاطفال ثاني، قلوب الطلاب مره ثانيه، يحبب الاولاد في المعلمين. يقول له ربنا بيقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، ربنا بيرفعهم. ان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الاراضين، حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. شوف تخيل قد ايه، شوف المعلم مكانته قد ايه عندنا في الدين في السنه وفي القران. عجبني احد اولياء الامور قعد مع اولاده عاوز يعرفهم قيمه المعلم، فبيقول لهم سنه 1938 مين فاكر اشهر رجل اعمال؟ فالاولاد قالوا مش عارفين، قال لهم ولا انا اعرف. طب القرن الماضي او القبل الماضي مين كان اشهر رجال العلم؟ قالوا خمسه وسته وعشره. فاثبت لهم ان العلم باقي. اكيد. فده اهم، ارجع قيمه العلماء تاني. عجبني كذلك احد اصحاب المدارس كتب على باب المدرسه الرئيسي العلم اعلى الرتب، اعلى من رتبه المال واعلى من الرتب التي توضع على الاكتاف. فعلا العلم ده لابد ان يرجع مكانته وهيبته مره اخرى. خلي بالك في الزراعه لن تنهض الا بالعلم، الاقتصاد لن ينهض الا بالعلم، اي شيء العالم الان لا يحترم الا الاقوياء في العلم. العلم بقى سلاح لا يضاهيه اي سلاح. علم نور. خلاص. فالولي الامر يرجع هيبه المعلم في قلوب الابناء، رقم واحد. رقم اثنين ازاي يتعلم الادب مع المعلم، لان للاسف بعد ثوره 25 يناير للأسف تلاقي الطلبة حصل فيه تحويل في الشارع المصري، وخاصة في الطلبة مع المعلم في التعليم، خاصة في المدارس الخاصة. وتعالى نحط إيدينا على الجرح، مش عايزين نتكلم في وادي والناس عايشة في وادي تاني. كل المدارس بصراحة مش مدارس خاصة بس، كله بلا استثناء فعلا. دي حقيقة. موضوع إن ابني يتعلم الأدب مع المدرس ويعرف قيمته، ده رقم واحد، ده أول حاجة في النهضة. معلش أقطعك، في سؤال عايزين برضو نعرفه. قرار اللي نزل ان الدراسه يومين في الاسبوع والباقي كله اونلاين، ازاي بقى المدرس يوصل تربيه وتعليم في اليومين؟ والله هي المسؤوليه عليه ثقيله جدا، كلنا نعلم ذلك، ولكن بحكم الظروف اللي احنا فيها بنشتغل فيها. وما يعني ما ممكن ما يتم ادراكه، بندرك ما يتم ادراكه في الوقت الحالي نظرا للظروف، لكن مش هتستمر يومين مدى الحياه. بس كده دلوقتي حاليا، بس في وقت كورونا ووقت الظروف اللي احنا فيها يومين، حفاظا لان في تقدم المصالح خلاص، وفي مصلحه.
اللي هو ايه حفاظا على النفس يقدم على ذلك في الوقت ده، لكن ما فيش حاجه يتلغى التعليم ابدا. حته ان ولي الامر بقى في البيت هو بيقعد يومين في المدرسه، في خمس ايام قاعدهم فين؟ بس ولي الامر مش الحمل دلوقتي على الاهل، والاهل ولي كذلك. الامر مش دايما موجود مع ابنه في البيت بالظبط، في برضه بيبقى مشغول. هقول لحضرتك حاجه، الطفل الصغير لما المدرس بيعلمه مثلا على سبيل المثال في اولى ابتدائي بيعلمه ازاي اداب الطعام والشراب والكلام ده كله، اداب النوم، هل الطفل بينام في المدرسه او بياكل بيشرب في المدرسه؟ بينام فين؟ في البيت، في البيت. يبقى المدرسه بس بتديك المفتاح والموضوع على مين، بس عليها دور كبير برضو. جميل، انا لا ننكر، بس البيت الاساس، البيت الاساس. خلي المدرس قاعد يشرح في المدرسه 24 ساعه، مش 7 و8 ساعات، والطالب يروح البيت الاب يهدم اللي هو بيعمله ده كله. طب نسمع الفيديو، معانا فيديو نسمعه ونرجع تاني. نفسي نشتغل على ان المدارس والمدرسين والطلبه يتعلموا ازاي يتعاملوا معانا صح، وان اي حد يتعامل معانا بطريقه مش كويسه يتعاقب عقوبه شديده. وحضرتك عارف يا استاذ مصطفى طبعا، وكلنا شفنا الفيديوهات اللي فيها ناس وهم بيؤذونا. مظبوط. كمان لازم كل واحد يحترم الاختلاف يا استاذ مصطفى، في الشكل، في اللون، في القدرات، وندرس ماده احترام الاخر في المدارس والجامعات من اول لحظه. انا وعيت جدا تدريس ماده احترام الاخر. انا وايد قوي تدريس ماده احترام الاخر، طلبات دي ان شاء الله تتحقق باذن الله ونقدر نعملها، وبلدنا مليانه خير ومليانه ناس تعمل الخير. اروح لسفير. معلش، اتفضل يا فندم. يا مهند، احنا هنعملها فورا فورا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. طبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للطالب. طبعا عايزين حضرتك برضو تعقب على الفيديو. مادة الرأي الآخر دي، الاحترام الآخر، مادة أخلاق في المقام الأول، وتأكدنا من القرارات الأخيرة اللي وزير التربية والتعليم قالها خلال يومين اللي فاتوا أنها فعلا اتطبقت ونزلت مع المناهج. والله ده المحور الحلقة بتاعنا كله، الأخلاق. أنا كولي أمر على ابني في الموضوع ده، المدرس قدوة للطالب، كذلك الطالب يكون أخلاقه فاضلة. لازم عشان نهض الطالب بثلاث امور، عشان ابني ينهض بيه برضك. احنا بنتكلم في نهضه ولي امر، معلم، طالب. طالب ننهض بيه ازاي؟ علميا. ازاي نهضه تعليميه مع الطالب؟ بثلاث حاجات. اول حاجه الاخلاق. احيانا بتشوفه طالب ذكي جدا جدا جدا، وتيجي تقرب منه تتكلم معاه تلاقي اخلاقه سيئه، فتقول في نفسك ايه؟ ليت اخلاق هذا الانسان كعلمه. يا سلام لو كان علمه واخلاقه زي علمه. لذلك العلماء بيقول لك ما جمع شيء على الارض افضل من العلم مع ايه؟ الخلق. انا اعلم ابني للاسف لو خلقه سيء ودخل طب، ما هيطلع طبيب فاسد في المجتمع وبيسرق اعضاء ده، وانت مسلم له نفسك ووديت تعمل اشعاعات عند طبيب اخر وانت لا تحتاج الى هذه الاشعاعات من اجل ان يحصل على بنطات معينه يسافر بها مؤتمر معين، لانه فاسد. كذلك المدرس لو فاسد، ما انت هتلاقيه بيشرح في المدرسه، ما بيشرحش في المدرسه وبيشرح في المهندس لو فاسد، وما فيش فيه اخلاق. لو طلعت طالب فاسد وهو ذكي جدا وطلع مهندس، تاني يوم الكباري هتتعمل وهتتهد بعدها بيومين لانه اصلا فاسد. لذلك الاخلاق اساسي، ده المحور اللي بنقوله. يا ريت اول خمس سنين ست لغايه ما الطلبه فعلا موضوع الاخلاق ده عندنا نرجع كما كان الرعي الاول. موضوع الاخلاق مهم جدا. انا عاوز الشهاده الهدف ولا ايه الهدف؟ انا بعلم ابني ليه؟ عشان يخش طب او يخش هندسه وخلاص؟ ايه الهدف؟ الهدف ان هو يجيب شهاده يخدم بها دينه ووطنه، يخدم بها. مش هدف انك تطلع دكتور. مش احنا بنقول لاولادنا ذاكر يا ابني عشان تطلع دكتور؟ دي مقوله فاشله. ذاكر يا ابني عشان تطلع مهندس، مقوله فاشله. كتير في اطباء فاسدين، في مهندسين فاسدين وغيرهم. لذلك عاوزين اهم حاجه الاخلاق. ماده الاخلاق دي خطوه فوق الايجابيه انها تدرس موضوع الاخلاق، وده هو ده كده حطينا ايدينا على الجرح اللي هو نهضه تعليميه في الطالب. ده اول حاجه الاخلاق. الامر الثاني الهمه والنشاط. للاسف في طلبه يقول لك ذاكر قبل الامتحان بيوم، ده لو عاوز تعمل نهضه تعليميه من اول يوم في بدايه محرقه، لان من لم تكن له بدايه محرقه لم تكن له نهايه ايه؟ مشرقه. حته ان احنا للاسف في اللفظ بيقرا ليله الامتحان المراجعه النهائيه ويخش في ورقه الامتحان يرجع اللي هو ايه؟ قراه امبارح. بعد ست سنين ابتدائي وثلاثه اعدادي وثلاثه سنه و12 سنه خدت استفدت ايه؟ ولا اي حاجه. يخش كلها يصطدم بارض الواقع. لا، عاوزين في بدايات محرقه. يبقى همه، اخلاق، ثالث حاجه الصحبه. وحاجه غايبه عن كتير من الناس، حته الصحبه. الصاحب ساحب، صاحب. تلاقي الطالب شاطر جدا
ممتاز جدا. ولي الامر بيتعب معاه غير تعب غير طبيعي، والمدرسه المدرسين بيتعبوا معاه في الدروس كذلك، كله شغال معاه، وتلاقي في واحد صاحب كده ياخده يوم ايه طريق تاني كده. طريق تاني. لذلك عايزين نحافظ على الموضوع ده، تنهض بالطالب في ثلاث حاجات: الاخلاق، الهمه والنشاط. صح. خلاص، اولى ابتدائي زي ثالثه ثانوي. اشمعنى ثالثه ثانوي اللي لها رجه؟ ليه اولى ابتدائي ما يكونش لها رجه في البلد؟ دي تحديد مصيرنا وكليات القمه للاسف اصبح كل حاجه عندنا شهاده عشان نجيب فلوس، شهاده عشان نجيب فلوس. جت الشهاده وجت الفلوس والمجتمع ما فيش اخلاق. لذلك لازم نركز على النقطه دي، اولى ابتدائي زي ثالثه ثانوي في الهمه والنشاط. الامر الثالث الصحبه. لذلك في مقوله العلماء: قل لمن تصاحب اكل لك من انت. فبيجوا يدمروا الامور دي كلها. يبقى كده اتكلمنا عن النهضه التعليميه ازاي تخرج من عند الطالب قبل التابلت والاونلاين. النهضه التعليميه من عند ولي الامر، ولي الامر ان هو يحبب اولاده في المدرسين ويتعلم معاهم الادب ويتعلموا اولاده الادب معاهم. والامر الثاني بالنسبه للمدرس يكون مع المدرسه، هما الاثنين مشتركين في التربيه والتعليم، يعني هما الاثنين خيمه نجاح لابنه. للاسف ولي الامر والمدرس، ولي الامر والمدرسه والمدرس. للاسف للاسف احيانا بيجي اجتماعات اولياء الامور وتلاقي اولياء الامور ما يجيش، ولي الامر ما يجيش. احيانا ابنه يعمل مشكله وما بيكلفش نفسه يروح يقول لك مش فاضي. دي مصيبه. انت بتهدم في النهضه التعليميه، خلي التابلت والاونلاين ينفع ولا ليه اي قيمه. وجود الاب او ولي الامر مع الابن في المدرسه، خلي بالك يكفي ان الابن يشوف ابوه جنبه في المرحله التعليميه، بتديله جوه ثقه. يا اخي وجودك في المدرسه كولي امر لما تروح لابنك ممكن تعالج عنده مشكله صحيه اللي هي ممكن بضعف النظر مش موجوده، ودي بتخليه ما بيحصلش يعني بنسبه مثلا بنسبه معينه. وانت غايب عن دي، وجودك في المدرسه هتعالج المشكله الصحيه او مشكله اخلاقيه. كل الاولاد في البيوت ملائكه قدام ابائهم، اخرج الشارع تلاقي الدنيا اتقلبت، يخرج مع زميله. انت لما تروح المدرسه هتعرف النقيض من ابنك فهتبتدي تعالج، صح ولا لا؟ دي مهمه. دي امر ثاني بالنسبه لولي الامر في النهضه التعليميه. الامر الثالث في النهضه التعليميه من عند ولي الامر: صلاح الاباء يعود على الابناء. كل المشاهدين، الكلمه دي خلاصه الحلقه: صلاح الاباء يعود على الايه؟ الابناء. ربنا بيقول: وكان ابوهما صالحا. قال لك صلاح الاباء، قال لك ان الاب ده الجد السابع، قيل الجد الثامن، صلاحه عاد على مين؟ طب يا فضيله الشيخ، ما ممكن تلاقي اب صالح بس ابنه طالع غير صالح. بياخد بالاسباب، لكن ما ينفعش مثلا، ما ينفعش والعكس ممكن، بس انا باخد بالاسباب. ما ينفعش مثلا الابن قاعد مجتهد والكلام ده كله وكله بيبذل كساره جهده معاه، والاب شغال في مخدرات وقرف، فده بيفسد الابن، بيفسده. انا كل تاثير سلبي على لذلك الاب لازم انا اعرف ناس بيعبدوا ربنا وبيخرج زكاه ماله او كذا وبيتصدق كتير جدا، يقول لك عشان ربنا يصلح مين؟ ابني، ابن لابني. سيدنا عمر بن الخطاب كلنا عارفين، والمشاهدين كلهم عارفين قصه بائعة اللبن لما منعت خلط اللبن بالماء. طب معانا فيديو لدكتور طارق درويش، طارق شوقي في وزير التربيه والتعليم، بيعمل الخطه التعليميه ل 2019 2020. نشوفه ونرجع تاني. احنا بنتكلم دلوقتي على العام الدراسي الجديد. نشوف الاول عملنا ايه السنة اللي فاتت. سنة 19-20 كانت سنة زاخرة بالتحديات. احنا كنا بنبص على الخريطة بتاعة السنوات الدراسية من اول KG1 لحد الثانوية العامة في مجموعات، يعني في مجموعة اللي باللون ده من KG1 لتانية ابتدائي، دول بياخدوا منهج التعليم الجديد ولهم اسلوب مختلف في تقييم الطلبة، وما بيستخدموش التكنولوجي بفلسفة تصميم النظام التعليم الجديد. المجموعة اللي في ثانوي اللي هي أولى وتانية ثانوي، دول كان معاهم التابلت وبيستخدموا أدوات مختلفة. الثانوية العامة حضراتكم عارفين طبعا تم تنفيذها على الأرض بالشكل التقليدي. المنطقة اللي في النص اللي هي من تالتة ابتدائي للإعدادية استخدمنا فيها أدوات كتيرة جدا في ضوء الأزمة اللي تعرضنا لها، وعشان كده عملنا منصة مكتبة رقمية، وعملنا قنوات تعليمية، وعملنا منصة إدمودو ومنصة بث مباشر، واستخدمنا مشروعات، وبعدين عملنا امتحانات إلكترونية في أولى وتانية ثانوي لحوالي 1,200,000 طالب. والثانوية العامة الحمد لله هي والدبلومات الفنية تنفذت على الأرض. فكل ده حصل في الشهور الأخيرة، ده اللي هنبني عليه لما هو قادم إن شاء الله. ايه التحدي اللي عندنا؟ التحدي ببساطة احنا عندنا اكتر من 23 مليون طالب، وعندنا 1,200,000 أو 1,300,000 معلم غير الاداريين. ازاي هننزل ونروح المدارس ونتعمد
نعمل إجراءات الاحترازية ونحتفظ بتباعد آمن بين الطلاب أثناء هذه الأيام. هذه المشكلة الهندسية ملهاش حل يتحط في عنوان إحنا هنيجي يومين، إحنا هنيجي ثلاثة. كل الاجتهادات دي مش صحيحة. ليه مش صحيحة؟ لأنه الحل ما يتعملش على مستوى الجمهورية. كل مدرسة مختلفة في عدد الفصول وفي نوعية المدرسة، هل دي ابتدائي بس ولا ابتدائي وإعدادي ولا دي مدرسة كل السنوات، فكل مدرسة هيبقى ليها حل خاص بيها. احنا هنا هنحط ضوابط هيلتزم بيها الإدارات ومديري المدارس لتوزيع الولاد على الفراغات وعلى الأيام وعلى الأزمنة. الهدف بتاعنا نكمل المحتوى الدراسي كله وما ننتقصش منه، ما ننتقصش من العملية التعليمية ولا من تعلم الأولاد. فالمسألة بنحاول نحلها وهي صعبة جدا، إزاي نعمل ده في ضوء الأزمة الحالية. فهوريكم صورة مجمعة وبعدين هندخل في التفاصيل. لو قسمنا الأعمار بالألوان دي هنلاقي أن نظام التعليم الجديد دلوقتي وصل لحد تالتة ابتدائي. نظام التعليم الجديد اللي هو من كي جي 1 لتالتة ابتدائي جواه أكتر من 8 مليون طالب في السن ده. المنطقة من رابعة لستة ابتدائي فيها 6 مليون. المنطقة من أولى إعدادي لحد تالتة إعدادي فيها 5.2، وبعدين في الثانوي في 1.8 تقريبا. دول هيتعاملوا، الأعمار هتتعامل بأشكال مختلفة. الصورة اللي احنا حطيناها مش الجدول النهائي، ومش عاوزين ده ينزل في عناوين عشان ما نلخبطش الناس. الصورة دي ضوابط هتبعتها الوزارة للإدارات ومديري المدارس. مثلا نمسك مرحلة مرحلة ونتفرج عليها، بس لو بصيتوا على الجداول اللي تحت نعرف انها صغيرة وركبناها فوق بعض هتعرفوا ليه مختارين ايام عكس بعض، عشان ما يتواجدش كل الولاد في نفس التوقيت في نفس المدرسة. فاحنا نمسكهم مجموعة مجموعة. احنا بس قبل ما نخش في تفاصيل الجدول، السنة دي احنا محضرين عدد هائل من مصادر التعلم للأولاد حسب المرحلة العمرية وحسب هو عنده أدوات تسمح له بالوصول إليها ولا لا. هنتكلم عليها برضو بالتفصيل، دي بس صورة مجمعة. نمسك الأول المنطقة اللي فيها رياض الأطفال لحد تالتة ابتدائي. هنا في نوعين من المدارس، في مدارس فترة واحدة وفي مدارس فترتين. هنبعت للمديريات ولكل مدير مدرسة نقول له انت لو مدرستك فترة واحدة بنقترح انك تجيب الولاد من الحد للاربع بطول اليوم الدراسي وطول الحصص، يخلي مجموع الحصص الدراسية ثابت. لازم نديهم نفس الجرعة بس بتوزيع ايام مختلف. هنا لو المدارس فترتين هيجوا يومين، هيجوا ثلاث ايام اللي هما سبت واثنين واربع، هنا من الحد للاربع. مدير المدرسة بياخد الصورة دي وبيبرمج الجداول بتاعته على الأيام مهتديا باللي احنا بعتينه له. بس اللي انا بقوله لحضراتكم وللسادة الإعلاميين، مش عاوزين عنوان اسمه الابتدائي هيجي يومين، مفيش حاجة اسمها كده، اوكي؟ ما تقولوش الكلام ده. كل مدرسة لها جدول وكل مدرسة هتدي الولاد الجدول. لسه الجدول معقد شوية عن كده، بس هنشوف. لو مثلا ابني في مدرسة فترتين وهيروح سبت واثنين واربع هيجيله جدول سبت واثنين واربع هيعمل ايه، وفي الايام اللي في البيت كمان هيعمل ايه. في جدول للوجود في البيت. الوجود في البيت مش اجازة، الوجود في البيت جزء من العملية الدراسية. فعشان كده احنا كاتبين تحت الجدول النهائي مسؤولية مدير المدرسة. مدير المدرسة هو اللي هيقوم بيه. السنة دي هندي صلاحيات كبيرة جدا لمدير المدارس وتمويل علشان تقوية المدرسة، تقوية المدرسة نفسها، الوحدة القريبة جدا من الأرض. الولاد اللي في السن ده من رياض الأطفال لحد تالتة ابتدائي في الأساس ما بيستخدموش تكنولوجيا، عشان كده هم هيحضروا أكبر عدد من الأيام. دول بيستخدموا نظام التعليم الجديد وعندهم الكتب بتاعتهم وبيتقيموا في المدرسة، ومفروض مفيش هنا تكنولوجي، فده مصدر التعلم الأساسي بالنسبة لهم هو الحضور والتواجد في المدرسة والتعاون بينهم وبين أولياء الأمور والمدرسين في الفترة اللي قعدوها في البيت، قد تكون يوم أو
بشكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الشرح المفصل في الفيديو وشرح الخطة الدراسية ل 2019-2020 والخطة المستقبلية 2020-2021. وطبعا بنأكد اللي الدكتور شوقي قاله ان كل مدرسة ليها جدول خاص بيها. صحيح يا ساره بالظبط. وكمان في حاجه كمان في ظل ازمه كورونا كان كله بيقول ان امتحانات الثانويه العامه هتفشل مش عارف ايه، والحمد لله يعني عدت على خير. فحابب اتوجه بالشكر لوزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجمهوريه طبعا رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي، وكل القائمين على وزاره التربيه والتعليم. راي حضرتك ايه، تعقيبك ايه على وخصوصا يعني في كلام بيتقال اشاعات ان كل المدرسه يومين ومش يومين. وزير التربية والتعليم قال ان في جدول مخصص لكل مدرسة. احنا في وقت ازمة بلا شك بنمر بيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجاه في وقت الازمة اخرج منها ازاي، قال لك امسك عليك لسانك، احذر الشائعات، اخوف ما يخاف على البلد هو نشر الاشاعات في وقت الازمات. تنشر اشاعة تخرج يتناولها الناس ده بمنظور وده بمنظور فيحدث فتنة وتفتت. الوقتي لو عملناها 6 ايام في الاسبوع يقول لك تشوف هيجيبوا للناس الامراض، عملناها يومين هيجيبوا التعليم فشل التعليم. خلينا الوقت مع المنظومه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا ساعه، الا وهي النهضه التعليميه من البيت اولا. جبنا خرجنا من المرحله دي، اولادنا دخلوا طب والبيت مهلهل، ما قيمه هذه الشهاده؟ طبيب فاشل في اخلاقه ما قيمته؟ لذلك قلنا نهضه تعليميه، البيت ولي الامر، وقلنا يتعامل ازاي مع الاولاد ومع المدرسه ومع نفسه، مع الاولاد ومع المدرسه ومع نفسه. الطالب انا ابني بعلمه علم ينفعه ولا بديله شهاده فقط؟ بديله شهاده فقط خلاص ما تشغلش بالك باليوم ولا اليومين، ركز في الثانويه العامه زي ما احنا للاسف الفزاعه بتاعتنا الموجوده في حته الثانويه العامه يقول لك عشان خاطر المستقبل. خلاص سيبك من المرحله الابتدائيه والاعداديه وبلاش بقى يروحوا، لا احنا عاوزين ننظر لاتجاه اخر، عاوزين اولادنا. تخيل لو احنا نظرنا وقعدنا عشنا بهذا المستوى بعد 30-40 سنه كيف سيكون حال البلد؟ اعمل كل شيء والناحيه التعليميه ضاعت، كيف سيكون الحال؟ بلا شك كل شيء سينهار. لذلك علينا ان نفكر ونتعاون جميعا بصدق واخلاص، لازم الكل يتعاون بصدق واخلاص، المدرس الطالب كله يتعاون. هتاخد جزء معين من العلم انت تجتهد فيه مش علشان خاطر انجح في الشهاده، لا ده مستقبل، دي رساله، عاوز اتعلم علم افيد بيه نفسي، افيد بيه وطني، افيد بيه. شفنا قلنا حلم الصين العظيم، شوفوا الناس، شوفوا الصين بتتعامل ازاي مع الاطفال في اولى ابتدائي، كل واحد اتفرج على مشهور من المشاهير كيف حققوا نجاحات، اكتب لي حلمك ايه يا ابني انت في سنه اولى ابتدائي كذا، سنه اولى انت جبت ليه 7 من 10؟ هتعرف تحقق الحلم بالسبعة من عشرة دي؟ لا، لازم تجتهد اكتر عشان تعرف تجيب لي العشرة من عشرة عشان تحقق الحلم. دي له فرصة طبعا، دي له فرصة. نشجع، ده اللي احنا عاوزينه. حلم مصر الكبير هو احلام هؤلاء الاطفال، ده الحلم بتاعنا اللي ان شاء الله ننهض به، هو ده المشروع الكبير الذي تنهض به الدولة. طب حضرتك قلت المدرس مع ولي الامر في التربية. في التربية اولا وفي التعليم. جميل، نهضة المدرس فعلا، نهضة المدرس. طيب الدروس الخصوصية هل دي يعني في بعض المدرسين بيستنزفوا اولياء الامور في الدروس الخصوصيه لابناء والكلام ده كله، راي حضرتك ايه في وايه الدوله اللي تقدمه كمان للمدرس؟ انا يعني كنت لا احب ان اتطرق الى هذه النقطه حتى وان كنت انا مدرس لغه المانيه، ولكن كل مدرس بقى قلنا من وجهه نظر حضرتك كل مهنه فيها الصالح والفاسد. ده اكيد الطبيب فيه الصالح والفاسد، المدرس، القاضي، كل شيء، المهندس، كل مهنه في العالم فيها الصالح والفاسد. هات لي مهنه في العالم كل اللي موجودين على الساحه كلهم 100% بيرفكت، فيش مستحيل. فلما تلاقي في مدرس عنده حته الجشع خلاص ما قس عليه المدرسين. انا يهمني في المدرس حاجتين، ان هو يكون قدوه في كلامه في افعاله، ما يتكلمش الا بتربيه وتوجيه، لان هو يعرف ان هو في المقام الاول تربوي، ان الطلبة دول انت بتعلمهم من حركاتك، بتعلمهم من سكناتك. ما ينفعش ان انا قاعد قدام طلبة بعلمهم ان التدخين من الناحية العلمية فيه اضرار 1-2-3-4 وبعدها بعد ما اخرج يشوف المدرس وهو بيشرب سجاير، ما ينفعش. لازم يكون قدوة لكل الطلبة، لازم حتى لو عمل حاجة هو عارف ان هي جوه غلط ما يعملهاش قدام الطلبة، لازم. ويحسن العدل مع التلاميذ، ما ينفعش تلميذ عشان خاطر ان هو ابن فلان فيهتم به في فلان او هو قريبه او هو كذا، المدرس ده قدوة للجميع. سبيكة ذهب عيار 24 ان هو قدوة، يعيبه غير كده. الامر الثاني ان هو صاحب رسالة، مش عاوز يجيب فلوس من هذا الامر،
وقدوتنا بذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معلم ربنا قال له لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عنده الحرص المدرس ده كل همه ان هو يوصل رسالته للطلبه، مش كل همه ده جه في نص الشهر فلازم اخد منه الشهر كامل لانه جه في نص الشهر، وده مش عارف الحصه فيها ثلاثه فلازم تكملوا له يقسم مثلا ال1000 جنيه على الثلاثه، فكل هدفه هو تحصيل الماده ومش تحصيل مش توصيل العلم للطالب لا. فده المدرس يهمني في حاجتين، ان هو يكون قدوه وان هو يكون صاحب رساله، هي دي نهضه المعلم. بعيد عن الماديات، بعيد عن الماديات، لازم يكون صاحب رساله. صاحب رساله ازاي؟ ما يكتمش العلم اللي خده في المدرسه عن غيره، تلاقي المدرس في المدرسه جاهل ما يعرفش اي شيء، وتروح تلاقي في بره الـ بره الـ في الدروس الخصوصيه تلاقيه افلاطون، تلاقيه حاجه تانية مختلف. طب ليه؟ ربنا عز وجل قال واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، قال لك الميثاق هنا هو العلم، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. اوعى تكتم العلم بتاعك في مكان معين عشان فيه مرتب قليل وتصوره في مكان اخر عشان فيه فلوس اعلى، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. شو بيقول لك؟ فنبذوه وراء ظهورهم، اللي بيعمل كده فبئس ما يشترون، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتى الله عالما علما، اي مدرس ربنا اعطى له علم، ما اتى الله عالما اي معلم علما الا واخذ عليه الميثاق العهد كما اخذه على النبيين ان يبينونه للناس ولا يكتمونه. اوعى تكتمه. والناس اللي بتبيع العلم بتاعهم، ما هو ده؟ لا, لا بتعمل مثلا مش بتدي دروس، تعمل الملازم والكلام ده وتبيع. ده واحد كل الهدف الاساسي المادة، فخرج من ان هو مدرس صاحب رسالة الى راجل بيزنس، مفيش فرق بينه وبين التاجر اللي بيبيع وبيشتري، بقى بيزنس. طب دي حرام ولا حلال؟ طبعا حرام، وخاصة في القرآن. طب والطلبة اللي مثلا تقول لا محدش يدي الورق ده لحد تاني عشان هو بايعه مثلا؟ ما هي القصة كلها في فساد في المنظومة. المدرس هو ده بقى، ده المرض، ده الجرثومة، هو ده اللي فعلا المدرس اللي هو يعاقب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث، قال من علم علما فكتم، يعرف حاجة وكتم هو في المدرسة فكتمه علشان خاطر يعطيه في مكان تاني، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يا الله، ده مش المدرس بس، ده أي حد. أقول لحضرتك خد الجديدة دي، الطبيب في في المستشفى والعيادة، كتمت العلم بتاعك في العيادة، فأنا آسف في اللفظ، في المستشفى، خرجت العيادة أعطيته، تلاقي المريض يجي له في المستشفى بسرعة، خلاص ما يتكلمش معاه، خلاص عندك كذا خلاص، فيبتدي المريض للأسف يسأل هو عنده عيادة في مكان إيه عشان يروح له عشان يكشف وياخد راحته ويتكلم معاه. تيجي تتكلم معاه يقول لك ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هو مين اللي أعطاك العلم؟ ربنا. أنت في إيه؟ في لم يكن شيئا مذكورا، كنت إيه أصلا؟ لم يكن شيئا. فإحنا محتاجين فعلا نهضة تعليمية في أولياء الأمور، في المدرسين، في الطلبة. وضعت حجر الأساس، ادي تابلت، اعمل اونلاين، كل ده مش مشكله. طب انت شايف ان التابلت والاونلاين يعني ناجحه؟ والله ناجحه بنسبه 10%. ولا اقول لحضرتك حاجه، احنا في مصر العقول بتاعه الاطفال، أيوة، اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. هل المنظومه التعليميه في النجوع والقرى والمدن المدرسين واحد؟ اكيد لا. والله العظيم اعرف مدرسين ما بيعرفش يمسك الموبايل، تقول له ادي تابلت للطلبه، مستحيل. هو اصلا فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. انا عاوز اهيئ كل ده امامي وبعد كده انقل لمرحله اخرى. انا عاوز تاني في المجتمع ده زويل، عاوز اجيب تاني غنيم، عاوز اجيب مجدي يعقوب، عاوزين الناس دي تخرج تاني. هم خلاص اندثر، هيجوا منين تاني؟ الناس دي اتعلمت على ايه؟ جم ازاي؟ وصلوا ازاي بالامور دي؟ كانت في بيت حريص، كانوا عارفين قيمة المعلم. احنا كنا نمشي في الشارع كاتبين الواجب وعاملين كل حاجة، اشوف المعلم جاي اجري استخبى منه عشان ما يشوفنيش تاني يوم في المدرسة ويضربنا، مع ان عامل كل شيء وطالبه. الوقت اصبح الموضوع ده حضرتك مسلط الضوء برضو اكتر على المعلم والاهل، ايه النظام؟ نعم، الاهل حضرتك مسلط الضوء اكتر على المعلم؟ لا، الاهل والمعلمين. هو اتكلم عن الاهل في الاول برضو، الاول اتكلمنا على الاهل بصفة عامة، والمقام الاول ان النهضة التعليمية لن تخرج الا من البيت عن طريق الاهل، التربية وقيمة العلم في البيت لازم نوعيهم ذلك. وكورونا جت علمتنا ذلك، علمتنا كورونا قيمة العلم والعلماء. خاصة أقول لحضرتك في قبل رمضان بشهرين ولا حاجة، من 4-5 شهور، فين لاعبين الكرة في العالم؟ فين الممثلين؟ فين كل دول؟ كله اختفى، كله كان بينظر إلى العلماء، مين اللي هيكتشف الدواء؟
دولة الآن اللي هتكتشف مصل أو لقاح لكورونا دي اللي هتبقى رقم واحد في الاقتصاد. كلها ينظر لها. فالعلم ولا زويل قال كلمة قال لك بس إحنا ننتج علاج من أمراض معينة بس في الدولة بتاعتنا، بص لده واعمله استثمارك، الدولة هتترفع، مؤشرها في الاقتصاد هيتقلب 180 درجة. بس ننتجه للبحث العلمي ونفعله على أرض الواقع، مش أعمل بحث العلمي ويتراكم في الدرج، لا أنا عاوز أفعله على أرض الواقع. خلاص، فده مهم جدا موضوع حتة نرجع تاني نشوف الناس دول بقى زويل بقى ازاي. هتلاقي البيت ليه أساس، المعلم معاه كان ليه أساس. عايز أقول لحضرتك حاجة، شوف الدكتور مجدي يعقوب عنده كام سنة، ربنا يطول في عمره ويدي الصحة يا رب. لو يحكي لك مواقف ذكريات مع المدرسين في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي فاكرها، وكان لهم هبة عنده، ده قاعد بيتكلم على مناقشة الماجستير وكأنه قاعد بالتفصيل بيحكيها. الآن ناس كان عندهم المدرسين لهم هيبة ولهم مكان ولهم قامة، فده يرجع للمعلم. ازاي نرجعه للمعلم احترامه هيبة المدرس حاليا، وخصوصا كمان هو باصص للمادية بس مش باصص المدرس. لا مش كله، المعظم. خلاص دي شريحة موجودة في جميع الفئات. انا اقول لحضرتك حاجة، انا كولي امر بعرف المدرسين اللي بيعطوا لابني ده مادي ولا مش مادي، فابتدي اعرف ابني ان ده غلط. لا، في مدرس تاني ده قدوتك زي ما انت بتاخدني انا والدتك قدوه ليك، كذلك ده يكون ليك قدوه ليك. فيبتدي الابن يعرف ان المعلم ده قدوه زيه زي والده، يعرف المكان اللي فيه المدرسه. ما احنا قلنا ربنا علم سيدنا موسى ادب الحديث وادب المكان، عرفوا ان المدرسه دي مكان مقدس زيه زي المسجد. ليه قدسيته، ليه مكانه، ليه احترامه، ليه هيبته. والمدرس المعلم هو اللي مطلع الطبيب والمهندس، اخرج اجيال. احنا مش عايزين العالم كله الان عارف قيمه المعلم في المانيا وفي دي حقيقة. قيمه المعلم هو ده، وكمان ظهر قيمته في الايام دي طبعا، ايام كورونا. ايام كورونا علمتنا، عرفت الناس قيمه المعلم. حته ان موضوع الدروس الخصوصيه او تلغى هي مرحله الان سابقه الاول. بتكلم عن البعض بيستنزفوا فعلا اولياء الامور، يعني ادي ماشي اللي بيدي دروس خصوصيه بس في مبالغ، في ناس بتطلب مبالغ. والله هقول لحضرتك حاجه، هقول المدرس اللي بيدي مبالغ مبالغ فيها سيبه روح لغيره. احيانا احنا الوقت في زمن كورونا تلاقي الكمامه كانت سعرها 20 قرش اصبح سعرها 5 جنيه، واحد جنبك بيبيعها ب 6 جنيه، هتروح لابو 6 جنيه ولا تروح لابو 5 جنيه؟ روح لابو 5 جنيه. أكيد. دور على المدرس اللي هو فعلا ابنك يتعلم منه الادب والعلم، الخلق والعلم. هم مش بيدوروا على اللي بيعمل للاسف مدرس قدامه 2000 طالب في قاعه افراح وقاعد ماده لغه عربيه فيها نصوص دينيه وفيها امور بتعلمه الاخلاق في حياته، وهو المدرس قاعد بيعلمهم النحو والامور دي بطريقه موسيقيه. اظن كنا عارفين وشفنا الفيديوهات دي. الدوله برضو بتقوم بكون مهم جدا لو نعم؟ بتغلق السناتر. نعم، الدوله حلو موضوع سابق لاونه. ليه ما هو شغال دلوقتي؟ هو موضوع انا شايف ان الخطوه دي موضوع سابق لاونه كرأيش. كرأي. طب هل الموضوع ده يأثر على الطالب من ناحيه المدرس، انه شايف المدرس بتاعه يعني؟ والله اقول لحضرتك حاجه، يعني هذا الموقف ده حصل، طالب في تانية ابتدائي بقول له بتاخد درس كذا عند مين؟ قال لي ما عدناش بنروح دروس دلوقتي عشان المدرسين حراميه والشرطه بتاخدهم. فلما يبقى ابتدائي طفله ترسخ عند الطفل كان ممكن يعاقب بطريقه تانية. انا داخل يقول كده، ما اكيد سمع. لا مش سمع، هو كان موجود برضه وشاف المنظر على الفيديو على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي. انا الوقت رايح اقفل سنتر، مش لازم اصور ورايا واخد المدرس قدام الطلبه، انا ممكن بطريقه اشك عاوز اخرج الطلبه الاول يا فضيله، وبعد ما الطلبه تخرج نتكلم معاه بس ويعاقب بطريقه فيها لو انا عاوز اطبق قانون حاجه زي كده، يعاقب بطريقه وما صورش حتى لا ننزل بقيمه المعلم. احنا بنتكلم عشان المخالف ما يعملش زي المدرس ده. اقول لحضرتك حاجه، القانون لو مشى على الجميع بس بطريقه فيها نوع من حفظ ادميه المعلم ومكانته العلميه. لحسن اقول لحضرتك حاجه، انت كمدرسه حصل معاك موقف زي كده، انا هقعد اشرح، هقعد اسمع تاني قدامك ازاي؟ تمام، انا مع حضرتك بس احنا بنتكلم. هتشرحي لي هتقبل منك العلم؟ بس كان في تحذيرات قبلها يا شيخ، يعني في تحذيرات مره واثنين وثلاثه وعشره، وده قانون كله عارفه. ما اقول لحضرتك حاجه، في ناس التعامل معاهم يكون بحساسيه. طيب بشكر حضرتك عشان وصلنا لاخر الحلقه. اتمنى ان احنا يكون المشاهدين استفادوا من النقطه ديت، وان النهضه التعليميه بتيجي من عندك انت المشاهد جوه بيتك. ونعرف قيمه العلم والعلماء، ده افضل من حضرتك. وبشكر شكرا لك يا سارة، كانت حلقة جديدة من برنامج لقطات وزوايا. السلام عليكم.